أنا اسمي روان هاني، رابعة سياحة وفنادق جامعة اسكندرية. طب بمناسبة الكلام عن الجامعات، تعالوا كده نشوف جامعة كلية سياحة وفنادق موجودة في كام جامعة على مستوى الجمهورية. هي موجودة في 9 جامعات على مستوى الجمهورية: جامعة المنصورة وحلوان وبني سويف وقناة السويس وجنوب الوادي، وهنا التخصص بيكون من أول سنة. موجودة كمان في المنيا والسادات وجامعة دي جامعة اسكندرية، وهنا التخصص بيكون من تاني سنة. والحقيقة ان دي حاجة من الحاجات اللي بتميز الكلية بتاعتنا، لان انت بتقدر تبقى ملم وعندك فكرة بمعظم المواد، اللي على بعد كده لما بتدخل سنة تانية وتحب تتخصص تقدر تبقى ملم بمعظم المعلومات وتقدر تختار القسم المناسب لقدراتك. بالكلام بقى عن المميزات، عندنا مميزات كتير جدا جدا. خلينا نتكلم على اول حاجه فيها وهي العدد. كليتنا بتتميز بعددها القليل اللي بيوصل من 300 ل 400 طالب بس في السنه، وده الحقيقي بيدي بيئه تعليميه كويسه جدا للطلبه، وده ما يجيش سكشن في بعض من الكليات طبعا، كلنا عارفين حاجه زي كده. تاني مميزات عندنا هي الدكاتره. دكاترتنا مش زي خالص ما انتم متصورين، اللي هم بيخوفونا وما بنقدرش نشوفهم وبنشوفهم كل فين وفين ومش بيشرحوا. الكلام ده مش صحيح خالص، احنا دكاترتنا لزاز ولطاف، ومش قادره اقول لكم ان احنا نقدر نسالهم بالمره والاثنين والثلاثه والعشره جوه المحاضره، وكمان لو حتى ما فهمتش بتقدر تروح لهم المكتب. ونرجع لكده لعددنا القليل، كمان لو احتجت اي حاجه سواء شخصيه او في مجالات الشغل، يعني عن تجربه مش بيتاخروا تماما. من اهم بقى المميزات ان احنا كليتنا بتاهلنا لسوق العمل. طب اصلا احنا سوق العمل محتاج ايه دلوقتي؟ سوق العمل محتاج حاجتين: سوفت سكيلز وهارد سكيلز ولغات، وده بالظبط اللي الكليه بتقدمه لنا. فبجانب المواد التخصصيه بتقدم لنا، بناخد سكيلز كتيره جدا، وبجانب المواد كمان بندرس لغتين: لغه اولى ولغه تانية. اللغه التانية اللي هي اللغه اللي انت كنت بتدرسها في ثانويه عامه، وغير كده اصلا ان معظم الدراسه بتبقى باللغه الانجليزيه او بالانجلش، غير ان اصلا في بعض الاقسام بتبقى بالانجلش بس. كمان بندرس كمبيوتر بشكل عام، وبندرس كمان في البرامج اللي بتأهلنا في ان احنا نشتغل في الفنادق عامة وفي شركات السياحة، وبندرس كمان اكاونتنج، وبندرس اتش ار وبي ار، وبندرس ايكونومكس او اقتصاد. ومن اهم الحاجات اللي بندرسها هي الادارة والماركتنج، والحقيقه ان احنا بندرسهم الاول بشكل عام، بعد كده بنبتدي نتوغل ونتخصص فيهم اكتر واكتر. فبندرس في الاداره الاول، بندرسها بشكل عام، بعد كده بنتوغل في اداره المنشات السياحيه والفنادق، وفي الماركتنج بندرس فيها البروموشن، وبندرس فيها ادفرتايزنج، وبندرس فيها علاقات عامه. والحقيقه ان دي حاجه من الحاجات الدارجه جدا دلوقتي والرائده في مجال العمل وفي الشغل. طب احنا نظام الدراسه عندنا ايه؟ نظام الدراسه عندنا هو نظام الجي بي اي او الساعات المعتمده، والحقيقه هو اتشرح كتير جدا في البرزنتيشنز اللي فاتت وفي اول اللايف خالص، وهو بيسهل لي جدا جدا نظام التعليم بشكل عام في الكليه. طب انا عجبتني الكليه دلوقتي وعايز ادخلها، ايه بقى عندي شروط القبول؟ اول شرط فيهم، والحقيقه ان هو اول مره يتطبق، كان السنه دي، وهو اختبار القدرات. اختبار القدرات ده هو بيبقى عباره عن امتحان عبارة عن 50 سؤال بيسألك فيهم عن المعلومات العامة وعن المعلومات التاريخية في أماكن تاريخية وتراثية كتير، وعن عملات وعن قارات بلاد، وكمان بيدوك شوية أسئلة عن اللغة الإنجليزية عشان يعرفوا بيها مقدار اللغة الإنجليزية بتاعتك. والحقيقة إن هو الاختبار ده موجود دلوقتي أو بيبتدي من يوم 7 لحد يوم 14، فتوقيت كويس جدا المؤتمر إن أنتوا تقدروا دلوقتي تسجلوا فيه، وهو موجود على موقع الوزارة وهنحاول ننزلها لكم دلوقتي في اللايف. طب لو انت عديت اختبار القدرات كده اهلا بيك، نجحت في اول شرط، ونقدر ننتقل لتاني شرط وهو التنسيق. الحقيقه ان تنسيق الكليه بتاعتنا عالي شويه الفتره اللي فاتت، وبدا يرجع لمكانه الطبيعي اصلا اللي كان موجود من 19 سنين. ففي 2019 كان بيقبل 82 علمي و86 ادبي، والسنه اللي فاتت عالي اكتر، فبقى بياخد 81 علمي و87.7 ادبي، والمتوقع ان هو يزيد الفتره الجايه، لان الحقيقه ان وعي الناس باهميه السياحه بدا يزيد، فبالتالي الاقبال على الكليه بدا يزيد، فبالتالي التنسيق بيعلى كل سنه عن الثانيه. واخر شرط عندنا هو ان انت تبقى جايب اكتر من 70% من اللغه الاجنبيه الاولى بتاعتك، ولو استوفيت كل الشروط دي بتقدر بعد كده تدخل الكليه، ومبروك عليك. طيب دخلت الكلية وعديت سنة أولى وعايز بعد كده أتخصص في سنة تانية بقى، إيه هي الأقسام اللي عندنا؟ أول قسم عندنا هو قسم الدراسات السياحية، عندنا قسم الدراسات الفندقية وقسم الإرشاد السياحي، دول الثلاث أقسام الأساسيين بتوعنا. عندنا كمان القسم الخاص اللي هو THHM وقسم التبادل، هنشرح كل واحد بالتفصيل.
اول قسم عندنا هو القسم اللي جايب لنا الكلام دايما واللي اتكلمنا فيه في اول اشاعه عندنا، هو قسم الدراسات الفندقيه. بندرس فيه ايه القسم؟ بندرس فيه اداره الفنادق بكل انواعها، مش بندرس فيه خالص الطبيخ ولا اي حاجه، بندرس بس اداره الفنادق. كمان هنرجع للنقطه ان احنا ادبي بس، ان احنا كليه ادبيه، احنا في الحقيقه كليه مش ادبيه خالص، احنا كمان بندرس بناخد جزء عملي. اول جزء بيبقى جوه الكليه وبيعباره عن برزنتيشنز وابحاث بتتقدم، وتاني جزء هو ان احنا بناخد كورس كومسس، هو ان احنا بندرس كورس كومسس او سوفت وير اللي هو كورس حجز الغرف في الفنادق، والتدريب اللي بره الكليه، وان احنا بننزل سنه ثانيه وسنه ثالثه في التريننج. تاني قسم عندنا هو قسم الدراسات السياحية، وهنا احنا بندرس أي حاجة أو أي مادة ليها علاقة بالسياحة أو أي مادة أخرها سياحة، يعني تسويق سياحي، دعاية وإعلام سياحة، ترويج سياحي. وبندرس كمان في تاريخ وكمبيوتر عشان بس يبقى عندك بعض المعلومات البسيطة جدا اللي هتقدر تستفيد فيها لما تشتغل في أي شركة سياحة. بيبقى كمان فيها بيبقى في جزء عملي بيبقى عبارة عن ورك شوبس بتتعمل على شكل برزنتيشنز وأبحاث بتتقدم في الكلية. وبناخد كمان كورس اماديوس، هو كورس حجز تذاكر الطيران اللي بيبقى مفيد جدا لما تشتغل بعد كده في شركات السياحه. وبناخد تدريب في سنه ثانيه وسنه ثالثه تنزل تتدرب في شركات السياحه. ثالث قسم عندنا هو قسم الارشاد السياحي، وده القسم الحقيقه اللي انا كنت عايزه ادخل الكليه بسببه في الاول. القسم ده بيطلع اولا المرشد السياحي اللي بيخلي الاثر يتكلم، واللي بيخلي السائح بعد ما يرجع بعد كده للدوله بتاعته يحب ان هو يرجع تاني هنا، فبالتالي ينمي السياحه عندنا اكتر ويصحح اصلا الفكره اللي متاخده عن تاريخ الدوله عندنا وعن المنظر العام للدوله. طب بندرس ايه في القسم ده؟ بندرس تاريخ بكل انواعه، وبندرس الاثار، وبندرس كمان الكتابه المصريه او اللغه المصريه القديمه والكتابه الهيروغليفيه. وفي القسم ده بيبقى فيها عمل زياده شويه ان احنا بناخد برزنتيشن، بيعملوا برزنتيشنز كتير جدا لان زي ما قلنا المرشد السياحي ده لازم يبقى واجهه ومشرفه البلد، لازم يتدرب كويس جدا ان هو يتكلم، وكمان بينزل جولات كتير جدا في الاماكن التراثيه الاثريه. عارفين كمان ايه الحاجه المميزه جدا لو طلعت من القسم ده؟ ان انت هتبقى الوحيد اللي هتبقى فاهم، زي ما الناس اللي خرجوا من القسم ده كانت الوحيده اللي فاهمه الترانيم بتاعت ايزيس اللي تعرضت في الباريد او في بتاع المومياوات او الباريد بتاع المومياوات، هم الناس الوحيده اللي كانت فاهمه الترانيم دي ايه. معظمنا كان فاكرها شويه تعويذ، شويه اوبرا يوناني، شويه اوبرا يوناني روماني، هم الناس الوحيده اللي كانت فاهمه الترانيم دي ايه بالظبط، وفهموها بعد كده لينا في على السوشيال ميديا، وقدرنا نفهم منها علاقتها ايه بالباريد او بالفراعنه عامه. رابع قسم عندنا هو القسم بتاعي، هو القسم الخاص او اسمه THHM او بمعنى صح Tourism Hospitality and Heritage Management او إدارة السياحة والضيافة والتراث. في القسم ده احنا بندرس سياحة وضيافة وتراث، بس مش بنكون متخصصين في الإرشاد، مش بتقدر تاخد الجزء ان انت تطلع مرشد سياحي او تاخد الترخيص، بس بتقدر بعد كده لو عايز برضو تطلع مرشد سياحي تقدر تاخد الدبلومه بتاعت ارشاد وتطلع مرشد سياحي وتاخد الرخصه عادي جدا. القسم ده بيبقى ليه انترفيو خاص بيه، بيبقى معظمه من بالانجلش، وفي القسم ده بيبقى العملي زياده شويه، بيبقى عليه 60 درجه اكتر من الاقسام العامه. الاقسام العامه بيبقى عليها 40 درجه بس، احنا بيبقى عندنا 60 درجه عمل، يعني اعمال سنه، ودي حاجات من نموذج من الحاجات اللي احنا عملناها. كمان هو المصاريف بتاعته بتبقى زياده شويه، بتبقى حوالي 21,000 في السنه. اخر قسم عندنا هو القسم التبادلي، هو اللي بادئ السنه اللي فاتت. هو القسم ده عباره عن التعاون مع شركه امريكانا، ان انت بتقدر كطالب بتبقى شغال مع شركه امريكانا متعاقد معاهم ان انت تشتغل معاهم طول الاربع سنين الكليه بتاعتك، بمقابل ان هم يبقوا متكفلين بالمصاريف بتاعتك وبالكتب وكل حاجه. دي ليها ميزه وليها عيب. الميزه ان انت بتبقى اصلا محجوز لك الشغل بتاعك، وبيبقى ليك شغل سواء حتى بعد ما بتتخرج بتشتغل معاهم. النقطه الضعف او الحاجه اللي مش لطيفه فيها ان انت مش بتقدر تشتغل في اي حته تانية غير حاجه تبع براند تبع شركه امريكانا او مصنع او مطعم او اي حاجه ليها علاقه بشركه امريكانا.
طيب مجالات العمل ايه؟ مجالات العمل بنقدر نشتغل في شركات الطيران او حجز تذاكر الطيران، نقدر تبقى بتأهلك شويه ان انت تبقى مضيف، بس مش بتطلعك مضيف، بتأهلك بس ان انت تبقى مضيف. وبتقدر تشتغل في الماركتنج والسيلز زي ما قلنا ان احنا درسناهم، نقدر نشتغل في المكاتب الاماميه الاتش ار وكمان في المطاعم، وزي ما قلنا بتطلع مرشد سياحي اللي هو واجهه البلد اصلا، وبتقدر تشتغل بعد كده في المتاحف. طيب احنا خلصنا كلام عن الكليه، في كام بوينت عايزه اكلمكم فيها. اول حاجه ان زي ما احنا قلنا الكليه بتاهلك لسوق العمل، واه بتاخد فيها برزنتيشن وبتطلع منها قادر تتكلم وقادر تبقى مرشد سياحي، بس الحقيقه ان الكليه مش كل حاجه، لازم جنب الكليه تبقى بتاخد حاجه تانية بتدعم لك فكره ان انت تقدر تنمي المهارات بتاعتك. فمن احسن البرامج اللي بتقدر تاهلك لحاجه زي كده هما برنامجين، برنامج الـ ESBU وبرنامج الليم. الـ ESBU لطلبه المدارس والليم لطلبه الجامعات، وهستناكم تشتركوا فيهم لانه بجد هيفيدوكم. اخر حاجه عايزه اقولها لكم ودي مني ليكم، اغلب جيلنا الحقيقه بيبقى فاكر ان فكره ان انا ادخل الكليه بس هي دي خلاص هو ده النجاح، ان انا دخلت الكليه اللي انا عاوزها وان انا خلاص خدت الستاب دي انا كده خلاص تمام هعيش حياتي كويس جدا. بس الحقيقه اللي عايزه اقولها لكم ان الكليه مش اخر المطاف، بالعكس دي بدايتها، دي بدايه ان انت تبقى ناجح، بدايه ان انت تشوف كاريرك، بدايه ان انت تشوف انت عايز ايه في الحياه. ممكن تدخل الكليه على الفكره اللي انت بتحلم بيها وبعد ما تدخل الكليه تكتشف ان مش هو ده اللي انت كنت عاوزه، والعكس ممكن ما تخشش الكليه اللي انت بتحلم بيها، بس لو تغاضيت شويه عن المسار اللي انت كنت راسمه لنفسك ومشيت في مسار تاني هتلاقي ان هو ده الخير ليك، لان ربنا بيعمل الخير دايما. واخر حاجه عايزه اقولها لكم، مهما كان انتوا فين او مهما كان انتوا شغالين فين، بي يونيك وخليك يعني مميز في المكان اللي انت فيه، لان هو ده النجاح. مش النجاح ان انت تشتغل في اي حته، لكن النجاح ان انت تبقى مميز في المكان اللي انت هتبقى فيه. ودي الكونتاكت بتاعتي، انا كنت مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم، وان شاء الله نتقابل قريب ويبقى مش لايف تبقوا قدامنا. شكرا لكم.